بسألك سؤال. اسأل. لماذا الشيطان حريص إن يفرق بين الأخو وأخوه، بالذات في النسب، بالذات من القرايب؟ ليش حريص الشيطان إن يفرق بين الأخ وأخوه، والأخ وأخته، أو الأخت وأختها؟ تفضل شيخ. تدري ليش السبب يا شيخ؟ تفضل. سبب يمكن كثير من الناس ما يعرفه، تجد الزعل بين الأخوان والأقارب أقوى من الزعل من الغرباء. صح. ليش؟ الشيطان ينفخ، لأنه يريد أن يدخلهم في اللعن. إذا زعلت مع غريب يمكن ما تدخل في اللعن، لكن مع القريب تدخل في اللعن، لأن هذه قطيعة رحم، وقاطع الرحم ملعون كما أخبرنا الله. يا الله يا شيخ بدر، صدقت والله حبيبي. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وتدري ليش يا أبو باسل أيضا الشيطان ينفخ في الزعل بين الأقارب؟ ليش؟ لأنه لا يريدهم أن يدخلون الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم ما يدخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإلحق يا من تخاصمت مع أقاربك أو إخوانك أو أخواتك، إلحق واستسمح منهم قبل ما يموتون. والله لو ماتوا تتمنى تخرجهم من القبر وتسلم عليهم وتستسمح منهم، فالآن ما زالوا أحياء. الدنيا ذي كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول الله عز وجل في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال ابن عباس: اتقوا الله في أرحامكم فصلوها. إني داع فأمنوا. اللهم ألف بين قلوب إخواننا وأخواتنا. آمين. اللهم ألف بين قلوب أقاربنا يا رب العالمين. آمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين.